عاملين ايه النهارده؟ بقى فكره الفيديو من بواقي الصابون، هعمل هاند شاور للايدين او الاستحمام زي ما انت عايزه. بواقي الصابون طبعا بتبقى موجوده في البيت وكلنا ساعات بنستغنى عنها، ومعايا هنا زيت هحط عليه برضو زيت عشان يطري. يعني ممكن تستعملي زيت جونسون او زيت جوز الهند، زيت زيتون، اي نوع زيت انت بتحبيه عشان يطري ايديكي. طبعا لما تحطيه طبعا في الشاور يبقى احسن بكتير. جبت هنا كده المبشرة وهبتدي كده ابشر بواقي الصابون كلها عشان تبقى ناعمة معايا وتبقى سهلة كده تدوب معايا كويس. وهجهز بقى مية سخنة، والمية مش بمقدار معين، على حسب ما انت عايزة تقل الشاور معاكي، عايزاه تقيل عايزاه خفيف، تفضلي تزودي مية لحد ما انت حابة. بس انا كده هحط الاول كده كوبايتين مية وهشوف هنعمل ايه تاني دلوقتي. اهم حاجة بس تبشري الصابون كويس، تبشري كله ويبقى ناعم معاكي بالشكل ده. جبت هنا كده مية هاملة كده لحد نص الحلة مية، وهضربهم هنا كده بالمضرب الكهرباء، وممكن تضربيهم بايديكي او بأي معلقة عادي. وهسيبهم كده، سبتهم كده لمدة ساعتين على جنب، بيتقل كده كل ما بتسيبيه طبعا. وزودت عليه بقى مية باردة كده من الحنفية على حسب ما انا عايزة كثافته. وهنا بقى كده هبدأ اضيف الزيوت بتاعتي، زيت جونسون وزيت جوز الهند زي ما قلت لكم، بقى الزيوت اللي انتي بتحبيها. ومعايا هنا كده برضو المضرب، وهبتدي بقى اضرب فيهم كويس عشان الزيوت كده تدوب وتختلط كده مع الصابون. وبرضو اهمية الزيت ان يخلي الصابون ما يجمدش معاكي تاني، يفضل كده سائل شاور. اهو بقى بالشكل ده، وكمان حطيت عليه لون احمر كده بسيط عشان يديله كده لون الشاور. ممكن تحطي عليه لون ازرق، لون اخضر، اي لون عندك. الالوان الصناعية اللي احنا بنجيبها من عند العطار. وهنا عبيته كده في ازازة، ومعايا برضو ازازة صغيرة حطها كده على الحوض اهو بالشكل ده. عملوا معايا بقى دول كده، ده حطها على الحوض ودي ازود منها. عايزة اوريكم بقى القوام بتاعه حلو جدا وريحته حلوة وملمسه كده ناعم. حط على ايدي بس شوية مية عشان يرغي، واوريكم شكل الرغوة حلو جدا. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي شير وتنوريني وتشتركي معايا في القناة.